والآن مع فقرة سؤال وجواب من درس احترام المواعيد. ما شعور المعلم حين تأخر كمال؟ بالفعل حين تأخر كمال تعجب المعلم وانتظره في قلق بالغ. أين تقع مدينة حلوان وما المعالم السياحية بها؟ تقع مدينة حلوان جنوبي القاهرة، ومن معالمها السياحية الحديقة اليابانية ومتحف الشمع والعيون الكبريتية. ماذا قال المشرف لكمال عندما حضر متأخرا؟ قال المشرف لكمال عندما حضر متأخرا في لهجة عتاب: لماذا تأخرت؟ لقد كنت قلقا عليك، لأنه من غير المعقول أن تكون صاحب الفكرة ثم تتأخر. ماذا قرأ كمال في صحف الصباح؟ قرأ كمال في صحف الصباح أن الدولة قد وضعت خطتها أن تهتم بالسياحة اهتماما كبيرا لما لها من آثار طيبة في حياتنا، وتنفيذا لهذه السياسة قد قام محافظ القاهرة بتجديد شامل لكثير من الأماكن السياحية، ومنها الحديقة اليابانية في مدينة حلوان جنوبي القاهرة. علل اهتمام الدولة بالسياحة. تهتم الدولة بالسياحة لما لها من آثار طيبة في حياتنا، لأن السياحة تؤدي إلى تشغيل كثير من الأيدي العاملة، كما أنها تؤدي إلى زيادة الدخل القومي. أبنائي بناتي الصف السادس الابتدائي، رجاء حفظ الأحاديث المذكورة بالدرس، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: آيات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. كما عليكم استماع لسورة الرحمن من المصحف المعلم تنزيله من المواقع الإلكترونية، وشكرا.